ناجية قومي افتحي الباب. ناجية قومي. ناجية صرنا الظهر ولساتك مدفوسة. مع مين عم بحكي أنا؟ أخ إيه؟ خير إن شاء الله. شو جابك رفيف؟ أنا مو منيحة خالة مديحة، إذا جدو اسماعيل بالبيت خليني روح أحسن. تعي تعي فوتي. لا تخافي هو بالبيت بس ما رح يشوفك، نايم. تعي نقعد هنيك، صار لهم من امبارح على نومة وحدة. هلأ دخيلك تركينا منهم. احكي لشوف شو الموضوع. خلص جار رفع علي دعوة. ايه ويرفع مو مشكلة، كنا متوقعين هالشي. بس أنا ما بدي أطلق منه خالي مديحة، وما كنت رح أقبل وقاله على شي، بس طلع بيقدر يطلق من دون موافقتي. هو أنتي ما بتعرفي قديش بيطول هذا الموضوع، أعطيني عمر ليزبط. يمكن ما يطول لأنه عم يهددوني بقصة الحملة الكاذب تبعي. شو قلتي؟ إيه خالي، وهيك رح يدخلوكي بالموضوع، لازم نعمل شي بسرعة. شو هالمصيبة هي؟ فعمي قومي اركضي بسرعة لفوق. طلعي لفوق على أوضتي. يلا طلعي طلعي بسرعة. أنا بلحقك بعد شوي. يلا. مديحة شو هاد؟ قومي بنتي قومي قومي بنتي قومي قومي يلا. أعمل لك قهوة اسماعيل بيك. شو أخيرا فاتوا؟ صار لي ساعة عم فيقكن وحضرتكن نايمين ومو حاسين على شي. مديحة قولي لي قديه صارت الساعة؟ الساعة تاني يوم عمي. ايه صدقني صار لكن من امبارح نايمين ومو حاسين على شي. هاي ناجية أبصر شو حاطة بالأكل امبارح. يعني أنا ما رجعت على البيت مبارح؟ لا، أنتي وعمي نمتوا ما عاد حسيتوا على شي. مديحة، قولي الحقيقة، أنت اللي عاملة القصة ما هيك؟ إيه لا، شو هالحكي هاد؟ أكيد أنا ما غنيت لكم لحتى تناموا عمي. ناجية متقلة الطبخة، هاد السبب. أنا شو دخلني؟ بتصدق أني خفت يكون صاير لكم شي أنت وناجية أو تسممتوا؟ يي، والعشاء لساته على الطاولة لهلأ، قولي على قامتي. مديحة، اسمعيني منيح. عمي انت بتكون شبعت نوم، بعد اذنك انا حابه اطلع لفوق نام بغرفتي، بقي هالشغله ما منعتني ساويه، صح حكي؟ بعدين بشوفك. ليش تاخرتي علي كل هالقد؟ شو بدك بهالقصه؟ اسمعي لقلك، محضرت لك خطه كتير مهمه، بدك تسمعي شو رح قلك منيح، عم تفهمي؟ ركزي معي. جنبك؟ أهلين وسهلين. أهلين ميسون، شو وين فتوا مالا مبينة؟ مو هون يا بيك، راحت لعند هنادي. منيح حبيبي. لك يا حلو، كيفك اليوم يا عمري؟ عم تضحك لي يا أزعار؟ لك سمعوا اشتقت لك أنا. يدخيل هالوش ما أحلى أنا. خالتك فتون مو هون، وعمو جان رح يعمل له مفاجأة كتير حلوة، وهي رح تسامحه لعمو جان لأنه ما عاد يزعل أبدا. يدخيله أنا عمري عمري حبيبي. جان بيك شو رح تساوي؟ تعالي ميسون، انت كمان بدك تساعديني. استنى شوي، قلي بشو انا بدي ساعدك، لانه ما بدي فتون خانه متعصب مني. لك على شو بدي اتعصب منك؟ انا بس بدي اياك تساعديني. يلا اسمعي لقلك، بتلبسي سمعه كتير منيح ماشي، والحقوني على الجنينه لا تتاخروا. يلا. ايه يلا خفية شوي ناطركم. يلا طالعين. خالي شو هذا الحكي اللي عم تقولي؟ اللي عم تطلبي ما فيني أعمله. بنتي انتي مانك واثقة بخططي؟ روقي، أنا بعرف منيح شو عم بشتغل، رح رجعكن انتي وجان لبعض لكن. طيب خلص قلي لي شو بدي ساوي هلأ؟ انتي لازم تطلعي من هون بدون ما يشوفك حدا بنوب، وبتروحي على بيتك فورا، بعدين بتتصلي بجان طبعا. يلا قومي خليني مرقك. طيب على مهلك امشي شوي شوي مشان ما يطلع صوت الكعب. تعي شوي شوي. مديحة لوين رايحة بنتي؟ لا معقول انت تعمل فيني هيك عمي؟ عم تشرب قهوة لحالك ومالك حاسب حسابي؟ بنتي انتي قلتي لي انك طالعة لفوق تنامي، ها؟ ليش انت فتحتي الباب ورجعتي سكرتي؟ مشان يفوت هوا عمي، تغيير جو. ناجية اعملي لي قهوة وسط إلي كمان. ايه ما في احلى من قعدة البيت عمي، كل ما ضليت وقت اكتر عم بتعلق فيه زيادة. ايه
ميسون سمعوا؟ ميسون يا الله دخيلك، وين بدهم يكونوا هدول؟ سمعوا يا عمري، سمعوا حبيبي. عنجد طلعت كتير حلوة جنبك. ميسون ليلي شو تمنيتي؟ ما فيني إلك بخجل. حبيبي يا عمري. شوها؟ هاي فتون اجت تعطيني سمو. يلا تعال حبيبي تعال. يلا فوتوا لجوا. ماشي يا خان. شو قليلي عجبتك؟ عجبتني كتير، بس شو هاي؟ هاي شجرة أمنياتي. كل غصن مربوط بشريط هو يوم مرق علي بدونك، وكمان بكل غصن في أمنية بس عم تنعاد إني يكون معك أنتي طول العمر. كل يوم بدعي لحتى تتحقق أمنياتي. أنا واثق إنه رح تتحقق، واثق إنه رح نكون سوا. الأيام عم تتغير بس أمنيتي ما تغيرت. جان، أنا هاد أكتر شي بتمناه بالكون. أنا على طول بحلم إني أكون معك ومع سمو، بس ما رح يمشي الحال لأخلص وأتطلق. موبايلك عميرن. مو طايق اسمع صوتها. لأمتى بدك تضل تهرب منا؟ ألو. نعم رفيف. جان بتقدر تجي لعندي؟ بدي حاكيك بموضوع كتير مهم. شو بدك تحاكيني رفيف؟ أنا قررت أني أطلق، موافقة. ما فهمت شو قلتي؟ قلتي قبلاني أنه نتطلق؟ هذا اللي سمعته؟ إيه؟ بس أنت لازم تجي لنحكي ضروري. فوراً جاي لعندك. ليكني على الطريق دقيقتين وبكون عندك رفيف، ولا يهمك ما بطول. فتون رفيف وافقت على الطلاق. أنا ماني مصدق اللي سمعته جان، عن جد. ولا أنا، يمكن دقت لي مشان تشوفها وتحكي معي بالشروطة. يلا مو مشكلة، لازم أمشي. روح ماشي. يلا خبرني أكيد شو بصير. أكيد حبيبتي. أهلا وسهلا. رفيف خلينا نحكي بالمفيد المختصر، أنا بكرة ببعت المحامي تبعي ليحكي مع محاميكي. جان اهدى وروق، فوت لجوا خلينا نعرف نحكي. لك شيلي ايدك من تمك اختي، شيليها بقى. تأخر الوقت ميسون، قومي روحي على بيتك. شو؟ ماني متحركة من هون قبل ما يجي جنبك لعندك. ايه وانا برأيي لا تروحي لاني حاسة حالي رح طق. ما ضل شي اختي، قعدتكو ساية وبترجعوا لبعض. بتمنى يصير هيك، بتمنى. خليك عم تتمني اختي، قربت ان شاء الله. شو اعمل لك انا؟ تشربي شاي؟ ايه يلا اعملي شاي. قايمة اعمل. Thank you.
كتير انبسطت لما دقيتي لي، عن جد شكرا لإلك. صدقيني هذا التصرف اللي عملتيه منيح لإلنا وللكل كمان. ما في داعي كذب، ما كنت متوقع منك هالتصرف. أنا فكرت بموضوعنا ولقيت إنه ما عاد في داعي نكمل بهذا الزواج. أنا قبلانة بالطلاق بس. بس شو؟ بس عندي شرط واحد. رفيف، مثل ما قلت لك، أنت فيك تحطي أي شرط اللي بدك إياه، المهم عندي بس إنه نتطلق. متأكد من اللي عم تقوله؟ إيه طبعاً أنا متأكد. ماشي. اللي بدي إياه هو بيتها لفوتون. غير هذا البيت أنا ما بملك شي بنوب. هذا اللي ضل لي من عائلتي. هذا ما هو مجرد بيت، لك هو قطعة مني. عن جد بيتكون حلو كتير وبياخد العائلة تتهنوا. شكرا لذوقك، أبي اللي صمم هالبيت. والله جد؟ أبي مهندس معماري وكان مخطط كل تفصيل بالبيت بإيده، والحديقة أمي كانت عاملتها، والمنظر المدهش اللي شفتوه أول ما فتوا شغل إيده. يعني هالبيت بيعني لي شغلات كتيرة أكتر من إنه مجرد بيت. يعني حضرتك كنت عايشة بهالبيت قبل ما تتزوجي فتون؟ أنا عشت كل حياتي بهذا البيت، أصلاً ما بتخيل أعيش بمكان تاني غيره. إيه؟ قلتي بيت فتون؟ أكيد عم تمزحي معي. نوب، عم بحكي عن جد. رفيف بلا سخافة، البيت مانو بيتي، هذا بيت لفتون. لا جان، هذا البيت مو لفتون، المحامي ما عمل اللي طلبته منه، يعني ما رجع البيت على اسمه. بس طبعا حضرتك ما بتعرف بهالشي بنوب. بتعرفي شغلة رفيف، أنا عن جد واحد غبي لأني رديت عليك وإجيت لأسمعك. أنت مستحيل تتغيري، أنت بتحبي تأذي اللي حواليك على طول. جان، البيت باسمك وبدي يكون إلي بعد الطلاق. أكيد أنت عم تحلمي. بالمناسبة أنا حطيت حجز على البيت لأنك رفعت الدعوة، يعني ما بتقدر تنقله على اسم حدا. رفيف، أنت شو عملتي؟ ما عم صدق. اسمعيني منيح، أنا ما عندي وقت أبداً ضيعه على سخافاتك وحكيك يلي بلا طعمة. أنا رايح وبشوفك بالمحكمة. قبل المحكمة روح أحكي مع أمك إذا بدك. ليش أمي شو قولها على أبي هالقصة هي؟ هي يلي قالت لي إنه البيت ما انكتب باسم فتون بعد الطلاق، مو من عندي هالمعلومة. إجا دورك يا مديحة مشان تحسي باللي عشته من عمايلك. شو عم تساوي أختي؟ هلأ بتدوقي شو طيبة هالأكلة، رح تحبيها. كلي. هوب، جبنة مرتديلا ومربى. إيه بالضبط. تعرفي إنه بهذا الوقت أنا ما باكل أبداً؟ هو أنا بس على قد مو متوترة حاسة حالي رح أكل المطبخ كله. هو أنا فتون، يلا دقي له بقى. ميسون لا توتريني أكتر من هيك، هلأ هو بدق. طيب ماشي، شو رأيك إلي بهد بس نخلص هدول الصندوشات؟ موافقة. مم.
ايه عمي، مو على اساس انت ما بتحب الخناق والعياط؟ كل ما بتشوف زلمتين على التلفزيون عم يقتلوا بعض ويصرخوا ويعيطوا بتحط عليهم وما عاد بتغير القناه بنوب. لك بنتي لازم شوف الاخبار، معقول ما اعرف شو عم بصير بالبلد؟ لازم اعرف. اهتم باخبار البيت قبل ما تهتم باخبار البلد. شو؟ شو عم تحكي بصوت واطي؟ انا ما حكيت شي عمي. ها؟ ايه الباب. مين بده يكون بهالوقت؟ ها اهلين ابني جان. معقول امي انت بدك تضلي على طول عم بتخبصي؟ خير ابني خير. شو في؟ كنت عند رفيف وحكيت لي كل الموضوع. يا روحي، موضوع الحمل تبع رفيف انا ما الي علاقه فيه بنوب. شو ما كان اللي حكيت لك يا ابني كله كذب كذابه. انا عم بحكي عن بيت الافوتون. هذا البيت كان المفروض انه بفتره طلاقي منه ينتقل على اسمه، بس ما صار هذا الشيء مزبوط ولا لا؟ قصدك هذا الموضوع؟ ايه صح، لساته على اسمي. فهميني بس كيف يعني على اسمي؟ جاوبيني امي، انت كيف بتروحي وبتحكي مع المحامي تبعي بدوني؟ اولا هو محامي العيلة تبعنا، ما هو المحامي الشخصي تبعك. لك امي. ابني ما تصرخ بوشي، كل اللي عملته مشان ما روح لك حقك مو اكتر. مشان الله فهميني اي حق هاد؟ اي حق؟ البيت بالاصل هو لفتون. جدي مشان الله احكي لك شي كلمة. شو بدي الا يا ابني، انا ما عم بفهم شو اللي عم بصير، شرحولي. انا بشرح لك عمي، حاولت اني حافظ على حق ابني وطلعت غلطانة. ليش انا بحاجة لهداك البيت برأيك امي، ولا هديك البنت هي بحاجته؟ معناتها بسيطة، بما انه البيت باسمك بترجع بتسجله باسم فتون. جدي اسمع، رفيف حطت حجز على البيت بس لاني رحت ورفعت دعوة طلاق عليها. منيح اللي عملت هيك. شو بدك تعمل هلا؟ عن جد ما بعرف، بدي لاقي حل لهالمصيبة. امي اسمعيني وفهميني منيح، اوعك مرة تانية تتدخلي بحياتي، فهمتي؟ ناكر المعروف، الله لا يقيمك. جان استناني برا شوي ابني بدي اشوفك. عمي ما تبلش فيه انت كمان، تركني اخذ نفس. جان واقف ابني وين رحت؟ استناني جان. ما عدنا عجبنا حدا من رجال هالعيلة بعد العمر كله، لا الولد ولا ابوه ولا الجد حتى، تركوني ثلاث اجيال متلاحقة. والله بتستاهل هالقزمة. اوه يسلموا ايديكي، طيبين كثير هالبيضة. اوه منيح اللي قليتهم شبعونا شوي. هلا بلشت ارتاح. وانا كمان. لك فتون. شو بيصير اذا دقيتي لاخي جان مشان تطمني وبس؟ ميسون حاجة تنقي بقى، هلا بيكونوا عم يحكوا شي مهم، ليش لدق له؟ لبين اني غيرانه مثلا. ايه طيب شاي؟ ليش لا بشرة. يلا. شو رأيك ترجعي تقلي لنا كم بيضة ميسون؟ ايه يلا. ولا قليك بلاها بلاها. طيب. ابني انت ما بتعرف امك، اوعك تفكر انه مش هانك عملت هيك. ها جدي انا صرت حافظة لامي هي وحركاتها كتير منيح، بس انا تعبت يعني تعبت وما عاد اقدر اتحمل نهائيا، ما عاد اقدر اتحمل اكتر من هيك جدي، مليت منه ومن قصصها. طول بالك ابني. جان شو رأيك نطلع نشرب لنا كاستين شاي على رواق؟ اصحك تقلي لا. ها هلأ جدي؟ ليكوا على الحكي، شو مفكرني ما بطلع بيها الوقت يعني؟ بلا أكيد جدي. يلا ابني بيطلع لنا نحكي كلمتين على رواق أنا وياك. طبعا. يلا. انتي لك مشان الله، ليكي بترجاكي دقي لاخي جان بقى، رح موت وانا ناطره لاعرف شو صار معه. هذا اللي كان بدي اقوله برايك. ايه دقي. ايه لا ما رح. لكن بلا دقي. لا لا ميسون خلص ما رح دق له. فتون انا ما عاد فيني اتحمل، ليكي ايدي عم يرجفوا رجف، رح دوخ ووقع بارضي. ها ليكو جان على التليفون، ردي ردي عليه. ايه جان انت منيح؟ شبكي فتون، اهدي شوي شبكي، انا منيح وراح احكي لك. قلي شو صار معك؟ رفيف قبلت تطلق؟ جاوبني بسرعه. طبعا طبعا قبلت، بس عندها شويه شروط بالاول، شروط ماديه مو اكتر من هيك. انت لا تشغلي بالك فتون. يعني المهم انه قبلت ما يا عمي. تقريبا قبلت. اوه اي واخيرا. انت وينك؟ انا هلا قاعد مع جدي و عم نحكي بخصوص الشروط تبع رفيف، وقلت باخذ برأيه. طيب سلم لي كتير على جده وقل له انه اشتقت له. بيوصل وهو بيسلم عليك. انا بكره بجي لعندك ماشي؟ يلا بشوفك. اكيد بشوفك. قبلت تطلق.
وأخيراً قبلت. طلعت كل القصة إنه هي عندها شروط مادية ورح يتفقوا على كل شيء. كتير منيح لكان كفك. إن شاء الله كل الأمور ترجع مثل ما كانت من قبل. إن شاء الله. لك ابني طول بالك، ما بحب شوفك هيك إلا ما يلتقى حل. لك أي حل يا جدي؟ أنا كل يوم بكذب على فتون فوق ما تتصور. معناتها ما في داعي تكذب، حاجة تعذبها لهالبنت. لا تخاف إلا على شو نامي رفيف وهي رح تفهمك. جدي كيف بدي إلا؟ بدك يعني إلا آسف كنت مفكر البيت باسمك، بس بسبب أمي والمحامي تبع العيلة لساته البيت لهلأ باسمي. ومو بس هيك، رفيف هي يلي بدها تاخده، شو بده يصير فيها جدي؟ مشان هذاك البيت لفتون، يعني بيتكن أنتو ابني، ما بصير رفيف الصفرة تاخده. وشو طالع بإيدي أعمل؟ رفيف مسكتني من إيدي اللي بتجاني. جان، رفيف ما كذبت عليك بقصة حملة؟ أوف، ما تركت شي وما عملته فيني. معناتها لازم ما تنسى وتحكي شي قدام القاضي بالمحكمة. أنا كيف بدي أثبت هذا الشي جدي؟ ما في معنى ولا أي دليل بيأكد إنه هي كذبت. أوف. لقيتها. اسمع، ناجي لازم يكون شاهد على القصة. وقولتك بيقبل؟ إذا دفعنا له بيقبل، عمل حاله دكتور كرمال المصاري. هذا إذا اشتريناه بيفيدنا كتير يا ابني. جدي كيف بده يفيدني وهو يلي أزاني من قبل؟ انت لحالك قلت انه عمل حاله دكتور مشان المصاري، شو بدك اوسخ من هيك؟ معقول هلا يجي يورط حاله مشان يشهد معنا؟ حكيك مزبوط، بس ما بتعرف. طب يمكن انا اقدر خلي يعترف. اذا هو حكى لي اللي صار وقتها رح ينحل الموضوع، ورفيف ما رح تحسن تطلب اي شيء منك ولا تحلم تاخذ شيء. اصبر يا ابني، بكره الصبح بنحلها. ناجي اول ما يشوف المصاري رح يحكي كل شيء، صدقني ابني. انا مالي متامل منه شيء جدي، بس ان شاء الله. يلا يلا بخاطرك حبيبتي، بشوفك. مع السلامة، انتبهي على حالك. أنا لازم لاقي حل لهالضحكة تبعي. كانت أمي تقول بعد كل ليل بده يطلع الصبح. سمعوا؟ طول بالك علي شوي، لسه ما طلع الصبح. أنا أجيت إزيد حبيبي الحلو، إزيد يا روحي. طلعوا على الكربوش، طلعوا عليه، دخيله أنه دخيله. أوه، سمعوا؟ شوي كمان ورح نصير عيلة وحدة حلوة كتير، أنا وإنت وعمو جان. يلا لشوفنا. سمعوا الحلو، حبيب خالته أكيد جاء. الطبوس الصغير بده حليباته. إزيد إزيد، مرحبا. أهلين ميزون. فتون، ما كنت مصدقة أوصل لعندك. أهلين وسهلين. أهلين فيك يا أختي. لك شو جايبت لك معي اليوم؟ ليش نزلت؟ إيه نزلت الصبح، رحت لعم بيع الجرايد، لقيتها بوشي قمت فورا جبتها. ولي قلبي عم يدق بسرعة كبيرة. أنا قريتها اللي كاتبتي كتير حلو يا خانم، عن جد يسلم إيديكي. وينها؟ هون. إيه ها ليكا، ايه حاطين صورتي كمان. إيه؟ بتكون هنادي خانم بعتت لهم اياها. اختي فتون، انا ما قلت لك من قبل طولي بالك ورح ينحل كل شيء؟ لازم تتفائلي، ما بيصير غير كل خير. تعرفي شو ميسون، أنا خايفة أني انبسط، لأنه مثل ما بيقولوا الله يعطينا خير هالضحكات، هيك كانوا يقولوا من زمان. شو بيعرفوا؟ شو صار لك أختي؟ تفائلي بالخير، شو هالحكي هاد؟ لا تتشائمي خلاص.
شو رأيك هلأ بكاسة شاي من تحت إيدين أختك فتونة؟ موافقة. هذا حلوان أول مقال إلي. وأنا رح أجيب سمو. سمو دخيله هالوش، اشتقت له أنا. دخيله دخيله طبوشي أنا. السموني سمعوا، السموني سمعوا. لك خالته السموني الحلو. امتى بدك تشرب معنا شاي؟ دخيله سمعوا اللي مو طالع صوته. ليكي اختي بعديلي بدي شوف وصلة الغاز. لك ميسون شبك بلا جنان، معقول تمدي ايدك على تمديدات الغاز وبايدك في ولا؟ ما بيصير يعني؟ ايه ما بيصير، اذا في عندي مشكلة بتصل بالشركة وهن بيجوا بيفحصوا التمديدات. اوعك انت تشتغلي هيك شي لحالك، اوعك. منيح اللي قلتي لي، والله ما كنت بعرف. طيب انا برات البيت وفي تسريب بالغاز، شو بتعملي؟ اكيد بفك التمديدات. ييه ما بصير تساوي هيك، شو قصتك اليوم انتي؟ هيك ما بيمشي الحال ميسون، لنفترض انه صار هيك شي، بتسكري مفاتيح الغاز كلهم وبتبعدي من على الغاز وبتفتحي الشبابيك، وطبعا بتهوي البيت كتير منيح، واهم شي ما بتشغلي ولا ضو بالبيت ولا حتى قداحة او كبريتك، وما بتسحبي ولا فيش وبتتركيه، والجرس ما بدي ايه بنوب، فهمتي؟ هي أول مرة بسمع بمثل هيك أمور، حاسستك موظفة بشركة الكهرباء. وقت تكوني عايشة لحالك لازم تعرفي بكل هدول ميسون. إيه بكرة أخي جانب يستلم قصص الغاز وغيره والتمديدات والتصليح وخلصنا. إيه بلا غلاصتك هلا. إيه أنا رح طالع كاسات الشاي. إيه يلا طالعيه. إيه يلا انطلقي. ناجية شو لسه ما فاق عمي؟ روحي اطمني عليه ليكون تعبان، الزلمة صار كبير، خايفة يكون صار اللي ببالي يصير له شي. اسماعيل بيك برات البيت من زمان. إيه وأنا قاعدة عم فكر فيه لسه، الزلمة طلع يتفتل ومسائل عني. لوين بدأ يكون راح من الصبح؟ بصراحة أنا ما بعرف لوين، رح قلك شغلي بس ما تقولي إنه أنا قلتلك. ناجية لمين بدي قولي يعني؟ قولي شو بتعرفي يلا. قبل ما يطلع اسماعيل بيك سمعته عم بحاكي ناجي بيك. شو؟ قلتي مع ناجي؟ انتي متأكدة من اللي سمعتيه؟ بترجاكي روقي مديحة خالو. روق لك كيف بدك ياني روق، حاسة قلبي رح يوقف. روحي جيبي لي تليفوني فورا وجيبي الكولونيا. يلا يلا رايح اجيبها يا خانم. ناجي ناجي بيك. كأنه سمعت اسمي. مين بده يكون عم ينادي لي يا ترى؟ ها هاي عصفورتي عم تدق. ناجي تعال هون. عمي هذا انت، كيفك؟ طمني عنك. ليكني وهي جيت عمي. بس انت ليش هيك لابس كل ثيابك عمي كانه قالب الخزانه عليك؟ بتصدق ما عرفتك بالاول؟ مشان ما يشوفوني معك العالم ويصيروا يحكوا علي بالعاطل. بنوب ما حبيتها منك عمي. عم تدبب ان شاء الله، ما بدك تفهم انه انا ماني عمك. طيب يا بيك مثل ما بتريد حضرتك، بس يعني لهلا ما عرفت ليش دقيت لي. خلصني رد يا غبي، رد علي. ها هاتي الكولونيا، هاتي. شكلك خطيرتي على بكير، صايره عم تمشي على مهلك. شو بدهم يكونوا عم يخبصوا هدول الاثنين من وراي؟ بس ما يكونوا متفقين يخلصوا علي هن الاثنين وانا مو عارفانه. حطي كولونيا ناجيه. عم حط يا خانم. جاوبني ناجي، اكيد ما حكيت لحدا انه جاي تشوفني. لا عمي ما حكيت لحدا بنوب. ايه منيح، انا جايب لك عرض ممتاز. خير ان شاء الله. قل لي شو هو هالعرض اسماعيل بيك؟ بدي اياك تكون شاهد بدعوى الطلاق اللي بين رفيف وجان. انا بدي اكون شاهد؟ ايه بدك تشهد بالمحكمه انه ما في ولد والحمل من اصله كله كان كذب بكذب. او شو السبب؟ شو هالسؤال؟ اذا بدك تعمل منيحه شي مره بحياتك لازم يكون في سبب، بس مع هيك كنت متوقع منك هالشي. منيح اللي انا حسبت حسابي. شوف يا لطيف، وشو هاد؟ ولا شو هالمصاري؟ نص هلا والنص التاني بعد المهمه. لا يا اسماعيل بيك، حضرتك مفكر انه بتقدر تشتريني بالمصاري؟ ايه طبعا. يا عيب الشوم يا عمي. اي صح، انا واحد نصاب وكذاب كمان، ويمكن كون انسان حقير، بس انا ليكك انت قلت بعظمة لسانك.
انت واحد نصاب، خذ هدول وخلصني. بس يعني اللي بدي اياه مو مصاري ابدا يا اسماعيل بيك. فهمني لكان شو المطلوب مني ناجي، شو بدك؟ عندي شرط واحد. احكي. لحتى اقبل كون شاهد معك. شو هو؟ انا برايي صار لازم نغير ماركة هالكولونيا ناجيه، شكلها صارت قديمه ما عاد اثرت فيني، لازم اشتري انواع جديده احسن من هي. سجلي اللي قلته وانزلي على السوق اشتريهم. طيب مديحه خانو. طولوا كتير، شو بدهم يكونوا عم يعملوا لهلا؟ اخ يا عمي، ما كان بقيان غيرك تحفر من تحتي من دون ما احس. عم يدق. هذا هو. انت انتهيت ناجي؟ ناجي فهمني شو عم تعملوا انت وعمي. يلا لشوف، احكي لي بسرعه. عصفورتي، بدي خبرك خبر كتير حلو، رح نتزوج. شو زواج؟ شو هاد؟ شو عم تخبص يا اجدب؟ عمي اذا بيشوفك يمكن يقتلك بارضك. ولك وافا، هو وافا مثل ما عمل لك مدوحتي. قبل شوي كنت مع عمي وقال لي انه هو موافق انه نحن نتزوج. الو ناجية، خدي من ايدي هالموبايل بلا ما زدته بالارض اكسره. مديحة خانون، شو صار لي؟ ها ابني شان، ناجي قبل انه يشهد معنا بالمحكمة. عن جد عم تحكي جدي؟ طيب كيف قبل معك؟ انا ما كنت متوقع انه يقبل. اللي شو طلب منك؟ مع انه اول ما يسمع بسيرة المصاري بيكون نسي كل شيء هذا النصاب ناجي. لا ما طلب مصاري ابدا. لا عم تمزح، لكان شو طلب منك لحتى يشهد معنا؟ ليكني رح قلك. بصراحة طلب شغلي ما رح تخطر لك بنوم. طيب جدي قل لي شو طلب منك. ناجي طلب انه يتزوج هو وامك. كيف؟ وانت شو جاوبته؟ اكيد قصيت له لسانه وقلعته دغري لهذا الواطي. طول بالك، انا قلت له اذا مديحة حابة تتجوزك ليش لا، يعني انا اللي شفته انه الزلمة ما بيعينه المصاري. شو بدك جاوبه يا ابني؟ جدي بترجاك اللي انه انت عم تمزح معي. جهان اسمعني منيح، ناجي بيك وامك عن جد بيحبوا بعضهم. امك من زمان بتحبوا لناجي بيك، بس انا وياك ما بنعرف بشي بنوب. صدقني انه الاثنين ميتين ليتجوزوا بعضهم. انا بسمعهم وبشوفهم على طول وقلبي بيتقطع عليهم هن الاثنين. ليك يا ابني، هلا ناجي بيك هو الشاهد الوحيد الموجود عنا. أنا قلت يا ابني منه بيتحقق حلمون ومنه أنت بتخلص من رفيف وقصص الكذب تبعها يا ابني. ها؟ جدي لهون وبس، أنا حاجتي بقى ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك. فهمني لشو عم تحكي لي عن الحب تبع أمي؟ جدي لو سمحت أنا مضطر إني سكر التليفون لأنه عن جد ما عاد أقدر أسمع ولا كلمة عن هالموضوع. ولا هدول أكيد ناويين يجيبوا آخرتي. لك شو هالغبي هاد؟ والله ما عم صدق. لك الواحد شو بده يحكي عن أمه؟ يعني ما كفوا الفضايح والمصايب اللي بحياتنا، جاية هلأ تعمل فضيحة لحالها؟ يعني شو هالمصيبة؟ يا ربي على هالقصة. لك أنا شو بدي أتحمل؟ لأتحمل رفيف ولا قصة أمي والجازة تبعه؟ والله رح يجننوني. أوف. غير هذا البيت أنا ما بملك شي بنوب. هذا اللي ضللي من عيلتي، هذا ما أنه مجرد به، لك هو قطعة مني. المرحوم أبي علمني كل هالقصص. أنا عندي بيت أحلى منه بكتير لهاد، وبفهم بالاتجاهات كتير منيح، من الأرض للسقف، من الباب للمحراب، من البواري للأرميد. أنا بفهم بكل شي منيح. ما رح تقدري تاخدي هذا البيت رفيف، أنا ما رح أسمح لك بهالشي أبدا. فتون حبيبة قلبي، اشتقت لك يا روحي. اشتقت لك. وأنا كمان حبيبتي. شو صار لك فجأة؟ استنى شوي، خايفة يكون في شي مصور متخبي بشي محل هون ولا هون.
المهم هلا تعال احكي لي شو صار، صار لي ساعة ناطرتك. اهلا وسهلا اخي جان، طولت علينا الغيبة، ان شاء الله الف مبروك. شكرا ميسون، بس خدي هالجاكيت. خلص روقي شوي، فوتون استني. ماني قدرانة من امبارح وانا ناطرتك. لا تحكوا ولا كلمة، استنوني لحتى ارجع، رايحة احط بريق الشاي. يي ميسون اهم. ايه رايحة. ايه يلا احكي لي، بلش لي من الاول شو صار. القصة كلها تقسيم أملاك مو أكتر، هيك يعني مواضيع مالا مهمة ومالا طعم بنوب. بس بتعرف شو جان؟ أنا كتير تفاجأت إنه رفيف وافقت على الطلاق بهالسرعة هي. أنا برأيي إنه هالبنت فهمت إنه كل شي عملته ما كان في إله داعي من الأول. أي أكيد بالآخر فهمت. إيه وهلأ إمتى رح تطلق أنت وياها؟ جان مطول القصة شي؟ يعني ما بظن انه تطول كتير. وامتى اول جلسة عندكم؟ بدها شوية وقت، هلأ المحامين بيعدوا وبيحكوا مع بعضهم وبيتفقوا على كل شيء لازم يصير، وبعد فترة بتتحدد الجلسة فورا. يسلموا ميسون. صحتين وانا اول ما يمشي الحال والله لأعمل حفلة غير شكل. وانا اخي جان كيف نسيت ورجيكها؟ أكيد ما شفت هاي. ميسون اتركي من إيدي. شوفها شو يعني، خليها ميسون شوفها. خلصنا بقى شوفي يا ميسون، بدي وجهها. ما في شوف بعدين بتشوفها جان، خلص بدي شوف فوتون. خلصنا، شوف شو كاتبة حلو. أنا ما عم صدق عيوني، نزلت مقالتك؟ حبيبتي فوتون أنا كتير فخور فيكي. يا عيني شو هالحكي الحلو هالرومانسية كلها. ميسون كأنه سمو عم يبكي هلا. ايه يلا ليكني طالعة. استني علي شو. خلص بعدين بتشوفه جا، مو على كيفك. خلصنا بقى، بدي اقرأ هلا ولا كلمة. برافو عليكي.